اهلا بيكم في حلقه جديده في برنامجكم ذا فرنش جامبلر. يلا بينا نكمل سلسله الموضه والازياء. الفيديو ده هيحتوي على موضوعين. اول موضوع هو بيتكلم على ليجون اللي هي الجوانتيات بشكل عام، اسمها ليجون. وفي ثلاث انواع جوانتيات. اول نوع اون موفل اللي هو الجوانت الشتوي، ده اللي بيبقى مغطي الكف والصوابع. الجوانت التاني هو اللي بيبقى مغطي الكف ونص من الصوابع، اسمه اون ميتان. وتالت جوانت معانا هو جوانت المطبخ اللي بيتمسك بيه جوه الفرن، يعني بتطلعي مثلا او بتطلع اي طاسة من الفرن، اسمه اون مانيك. هي يعني كده ثلاث انواع من الجوانتيات. اول نوع اون موفل، تاني نوع اون ميتان، تالت نوع اون مانيك. وزي ما انتم شايفين عشان نسهل الموضوع، التلاتة اسامي فيمينا اللي هي التلاتة يعني مؤنث، عشان كده حطينا ارتيكل انديفيني اون. تاني موضوع الفيديو بيتكلم عليه هو لزيتوف اللي هي الملابس الجاهزة، يعني اسمها اتوف. فتاني موضوع يعني الفيديو بيتكلم عليه هي الشيلان، انواع الشيلان. اول نوع معانا انفولار اللي هو زي اللي انتوا شايفينه في الصورة، وكمان بيتقال على الفولار بتاع السكاوت بتاع الكشافة اللي بيلبسوه، اسمه فولار. تاني نوع اون اشارب اللي هو الكبير ده اللي بيتلف حوالين الجسم كله. تاني حاجة انشل اللي هو بيبقى صوف، يعني بيبقى دايما صوف وبيتلبس كده بيغطي عشان الشتاء. رابع نوع معانا اون ايتال اللي هو زي اللي انتوا شايفينه في الصوره، وغالبا بيبقى فرو. اتمنى يكون الحلقه الصغيره دي عجبتكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ودوسوا لايك للفيديو لو عجبكم، وكمان اعملوا لايك للبيج اللي على الفيسبوك عشان يوصل لكم حاجات تانية زياده. ولو عايزين اي موضوع معين اكتبوا لنا فيه كومنت او اي اسئله اكتبوا لنا، احنا هنرد على طول. شكرا، باي باي.